اللي جيد. كابتن حسني مساء الخير. يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازي كابتن وحشني، اخبار حضرتك ايه؟ هو انت اكتر والله، جاي لك بكره بقى. تشرفني وتنورني. ان شاء الله جاي لك بكره على استوديو تحليلي، بس انت مش هتبقى موجود يعني. يلا ان شاء الله باذن الله تشرف وتنور. القرار حبيبي. القرار ايه؟ قرار ايه؟ حيثياته ايه؟ الموضوع؟ ما اعرفش والله. اولا انا لسه يعني وصل من اسكندريه على الاسماعيليه دلوقتي. المدير التنفيذي استاذ محمود لياس، راجل محترم، بلغني ان تم اقالتك من قبل مجلس الاداره وبس وخلاص، بس يعني ما فيش اسباب ولا في اي حاجه طبعا. لكن المتداول اللي بيتقال الموضوع، اللبس، موضوع مع تصوير، مع موضوع سهر، موضوع انا نفسي مش عارف يعني ايه حيث الموضوع. لكن في الاول في الاخر انا راجل الحمد لله اخلصت واشتغلت ولو كان في حاجات انا متحملها كتير فانا متحملها عشان ده نادي وبيتي، ومتحملها عشان عشم جمهور النادي الاسماعيلي في ربنا سبحانه وتعالى وفي وجود حسني. في حاجات كتير جدا، اولها في حاجات كتير ممكن تكون غلط في حسني مش هيرضى بيها، وده كان دور الجماهير في كل خطوه بخطوها في اسماعيليه طلبها ده، ان يا كابتن حسني الفساد اللي بيحصل والمشاكل والامور اللي بتبقى فيها حاجات كتير، شايفين ان في حد لازم يقف للحاجات دي كلها يعني. فانا يعني انا برضي ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه، يعني انا جاري مكالمات ان انا وافق على اللبس اللي اتعمل للنادي من قبل شركه انا ما اعرفهاش. انا طب انا ايه ذنبي؟ اللعيبه اللي تختار يا كابتن سيف اللبس، اللعيبه تعرف ان الخامه اللي عليها دي هي اللي هتجري بيها وهي اللي هتحس بتقلها او خفيفه، هي صاحبه القرار مش مدير الكوره ولا حاجه. ازاي تبلغ ان انت لازم انت اللي تدوس وانت اللي توافق وانت انا مش انا عمري ما هبقى حد تاني. انا حسني عبد ربه اللي اتربيت والحمد لله بقى هي عندي حاجه واحده، الحق ربنا سبحانه وتعالى قدامي. فانا مش هرضي سبوبه او ارضي ناس جوه مجلس الاداره او ناس بتضحك على جمهور الاسماعيلي باي كان. انا مش انا يا جماعه، مش انا، انا راجل مخلص بحب المكان، بشتغل 24 ساعه ما بنامش. جيت من السعوديه في عمره 24 ساعه، لقيت امور حاجات كتير جدا يا كابتن سيف، تعاقدات وحاجات انا ماليش علاقه بيها نهائيا. ومش عشان انا دلوقتي تم اقالتي بتكلم، انا بس عايز اوضح ان انا اتحملت حاجات كتير وبتحمل وهتحمل، لان ده بيتي ونديه وجمهور اللي ليه فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى في وجود حسني عبد ربه في المكان اللي هو فيها. ولكن الناس لازم تفهم انا ماليش ذنب خالص في موضوع التيشيرتات ده، ولا بالقبول ولا بالرفض، لان ده مش اختصاصي ولا حقي. بس هم مصورين ان حسني هو اللي مسيطر على اللعيبه وحسني هو اللي قال للعيبه لا. وانت طب اقول لك على حاجه، كانت سته مطلعين ان انا صاحب الشركه الثانيه اللي جت، وانا اللي عامل سبوبه. يعني انا عامل سبوبه في 50 ولا 100,000 جنيه. انا طب اقول لك المفاجاه، اللعيبه متواصله مع الراجل صاحب الشركه ده وهم اللي وردوا اللبس للنادي. واقول لك على مفاجاه ثاني، انا اللي بدفع الفلوس ديت من ورا اللعيبه ومن ورا رئيس النادي ومن ورا حاجه عشان خاطر اللعيبه تظهر بالمظهر اللي انت شفته النهارده والمظهر اللي انت عرضته دلوقتي. هو ده منظر نادي الاسماعيلي يا جماعه. الضحك على الجماهير بحاجات بتتعمل عشان سبوبه او عشان حاجات. انا مش عايز اتطرق لمواضيع مش يعني انا بص انا ضد خالص اذا خاف مفاجر. انا عمري ما هبقى ده، لان انا ما بحبوش اصلا في حياتي. فانا مش طالع عشان اهاجم ولا طالع عشان اقول ده فلان عمل ولا لا، بالعكس بالعكس، ده ناديه وهيفضل ناديه. اتمنى كل التوفيق للمرحله اللي جايه. انا ما اعرفش مستر جريدو عارف بالموضوع ولا لا. أنا شايفك النهاردة في الصورة واقف بتتكلم مع الراجل على الخط، يعني الأمور الراجل بيستشيرني يا كابتن، الراجل عقلية كبيرة مش عقلية يعني من الناس الخفاف اللي عندنا في مصر، اللي هو الناس اللي النفوس ضعيفة والنفوس يعني مش عايز أتكلم كتير في النقطة دي. الراجل عارف قيمة حسني عبد ربه، الراجل عارف إن أنت دورك إيه معاه لما بيستشيرك ولا يكلمك ولا ياخد رأيك. أنا حسني عبد ربه يا جماعة أنا بتاع كورة مش بتاع حاجة تانية والله العظيم. فلما يستشيرني ده بيزودني انا، وهو بيزيد عند ثقه الناس لما بياخد راي حد كبير وعارف قيمه اللعيبه وعارف الناس اللعيبه اللي موجوده. عجبتني اللقطه على الخط، الراجل بيستشيرك على الخط، يعني عامه الناس حتى لو في غرف مغلقه. طب اقول لك على حاجه، انا واثق مليون في الميه القرار اللي اتاخد النهارده ده قرار ضغط على جريدو عشان يمشي. انا طب اهو افتكر اهو كلامي. طب يا كابتن يا كابتن طب هو الراجل لاحق ايه؟
طب انا اهو، انا اهو انت اهو الراجل لحق جه يا كابتن. ما هو ما هو الدنيا بتتضر بعشوائيه يا كابتن سيف، يا كابتن سيف يا كابتن سيف حرام، جمهور الاسماعيلي هيتحرق دمه. الاسماعيلي يا جماعه والله العظيم كمان مره حرام اللي بيحصل فيه يا جماعه، ما حدش عارف اللي بيحصل جوه. انا والله 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 انا مستحمل عشان خاطر ثقه الناس هتفضل تسمع في ربنا، وقسما بايات الله تحمل المسؤوليه علشان ده نادي وعلشان الجمهور اللي عنده ثقه في ربنا وفي حسن عبد ربه، قسما بايات الله انا ده الحاجه الوحيده اللي مش عايز اقولها لك، وحب للعيبه اللي انا ربنا عالم، ربنا عالم قد ايه. من اول ما دخلت من شهر خمسة، من شهر خمسة يا كابتن سيف، اسال لعيب 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 حسن عبد ربه عمل ايه جوه الفرقه، اسال العمال بتوع الفرقه، اسال كل موظفين النادي حسن عمل ايه. طب هو طب هو موضوع التيشيرتات ده كان من يومين وخلص، ليه اتفتح النهارده؟ انا ما اعرفش كابتن، كابتن ما هو عايز اقول لك على حاجه، هو لما يبقى في حد واقف للسبوبه مش هيبقى له دور، خلاص لازم يمشي، لازم السبوبه تمشي، لازم المصلحه تمشي، لازم انا اقول لك على حاجه. طب والله والله انا اهو معاك قسما بايات الله، انا قلت للعيبه المشكله يا جماعه ان الناس فاهمه ان انا بتاع اللبس وانا اللي بجيب وانا اللي برافض، وانا قلت لهم لو انتوا عايزين طارق كلموه، طارق ده صاحب الشركه بتاع الكوبا اللي بتلبس. طيب عايز انت قلت، انت اللي قلت كلام عجبني جدا جدا جدا، انت قلت لا انا مش ما خصم فجر وانا ابن الاسماعيلي وانا بتمنى التوفيق للفريق. عايز برضو اخد رايك في جزئيه كويسه، رايك في صفقات الاسماعيلي السنه دي ايه؟ والله لعيبه محترمه ولعيبه ليها اسمها، ولكن في وقت من الاوقات لسه هم ما دخلوش في الفورمه، الوقت كان قليل جدا، ولكن اللي اتم الصفقات هو كابتن احمد الشيخ والبشمهندس حكومي والبشمهندس خالد الدين. هو جريدو انت انتوا يعني جريدو ما كانش ليه علاقه بالقصه؟ بص 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 انا جيت من العمره 10 ايام كنت اجازه، سافرت العمره رجعت لقيت كل التعاقدات دي معموله. اللعيبه محترمه ولعيبه يعني ماليش اي كلام في ناحيتهم، انا بتكلم على عشان بيتقال اسمي اللي انا اللي اتعاقدت وانا اللي عملت. لا الاسماعيلي هيخش في ازمه ماليه وسجل الكلام ده عندك اهوت متسجل، يبقى يعني ايه هيعرفوا حسن عبد ربه كان بيعمل ايه للنادي الاسماعيلي الفترات اللي فاتت. انا مش بمن، لكن انا كنت مسخر مجهودي وحياتي للنادي الاسماعيلي ولاعيبته. انت ما تعرفش كميه المشاكل اللي كانت بتتم، انت ما تعرفش حاجات كابتن سيف جوه النادي، يعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الصفقات دي الناس دي المحترمه هي اللي اتعاقدت معاها. عايز اقول لك على حاجه، النادي الاسماعيلي بيمر بازمه ماليه، انت دخلك حوالي 50 60 مليون، انت عامل صفقات بتحاول تقلل العقود. يعني انا اتطرقت من مجلس الاداره ان انا انزل عقود، طب منين يا كابتن سيف انا انزل عقود لعيبه؟ يعني اخلص النادي نتفق نختلف على مستواهم الفني وننزل عشان النادي يمر بالازمه الماليه دي بشكل كويس فتعدي، وازاي اروح اتعاقد مع ناس، مع احترامي ليهم ماليش دعوه باللعيبه، اللعيبه دي اخواتي واصحابي وحبايبي، اتعاقد بمبالغ 6 و8 و7 و5 ازاي يعني؟ طب ازاي يعني هل ده يعقل؟ هل ده يعقل يا كابتن سيف؟ الحمل الثقيل اللي على النادي اللي هيمر عليه ظروف الفتره اللي جايه، هل ده يعقل؟ هل انا النهارده داخل لي 50 بعمل صفقات ب 120 مليون جنيه؟ ما هو السؤال هل هو ده حل؟ ما هو ممكن يكون المجلس هو عنده مورد مالي يا كابتن يكمل. طب يا رب يا رب ان شاء الله الايام اللي جايه نبقى نشوفها. والله ما طالع اتكلم علشان الاقاله، انا صعبان عليا ان الواحد اللهم لك الحمد كان في حاله بينه وبين اللعيبه والجهاز، وكان الامور مستقره وفتره اعداد محترمه ومدرب كبير جدا اللهم لك الحمد. الامور هتتكشف لك واحده واحده يا كابتن سيف مع جريدو، وهيطلع الايام الجايه حسن عبد ربه كان دوره ايه وعمل ايه، واللعيبه واحد واحد هي انا عارف، لان انا الحمد لله كنت في ظهر اللعيبه وقلت لهم يا ابني انت لعيب كوره ليك كل التقدير والاحترام، وليش انت لعيب كوره حاجه كبيره جدا بالنسبه للمجتمع وبالنسبه للعالم. كره القدم النهارده بقت رساله لازم تفهم وتتقدر، لازم تعرف ان انت حاجه كبيره جوه المجتمع المصري في اي حته. فانا مش عايز اقول لك اللعيبه حاسه قبل ما انا اجي ايه، وحاسه بعد ما انا كنت موجود ايه، وهتحس بعد ما حسن عبد ربه يمشي. كل التوفيق وكل التمنيات النادي الاسماعيلي يعدي الفتره اللي جايه. ما انا بقول لك يا كابتن سيف قسما بايات الله انا ما بحبش حته اللي يبقى في مشكله بينه وبين حد، فاذا خاصم فجر انا قسما بالله ما هتبقى فيا ولا هتكلم، اصل ده بيتي انا ما ينفعش اتكلم على بيتي. اشخاص ليهم اغراض معينه
اغراض ليهم مصانع بره فمدخلين قماش، فالقماش دوت هيروح عليهم بسبب حسن عبد ربه انه يعني شايف ان الديزاين ده او الخامات ديت اللعيبه اعترضت عليها. فانا بقول وجهه نظري فهم عايزين يمشوا حسن عشان يمشوا مصلحتهم ليهم كل مطلب حريه. ان شاء الله باذن الله كابتن اللي جاي افضل خير ليك، وان شاء الله بالتوفيق لحضرتك في اللي جاي. حبيبك سيف، حبيبك اشوفك على خير يا رب ان شاء الله. شكرا يا كابتن. شكرا اشكرك شكرا جزيلا كابتن حسني عبد ربه. والحقيقه يعني هو برضو كابتن حسني بيتكلم يعني بهدوء وده شيء طيب جدا، بيتمنى التوفيق للاسماعيلي وخلاص، وان شاء الله باذن الله القادم افضل يعني.